في إطار تفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في التصدي لمشكلة العشوائيات، عقدت الحلقة النقاشية بمركز إعلام السويس للتعريف بالمناطق العشوائية الموجودة بالمحافظة والتي أدرجت في خطة الحكومة لتطويرها، بالتعاون بين برنامج صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا لتطوير العشوائيات. احنا النهارده الحلقه النقاشيه اللي احنا عاملينها بنتكلم عن العشوائيات ودور المجتمع المدني ازاء العشوائيات وكيفيه التعامل معاها، ومخصصين حي الاربعين لان هو اكتر منطقه عشوائيه، ويمكن انا بقول حي الاربعين نفسه هو منطقه عشوائيه لانه فعلا ما اتعملش بتخطيط او مش مدرك في التخطيط العمراني، اتعمل بطريقه عشوائيه، فعشان كده احنا ركزنا الشغل او كلامنا على حي الاربعين. محافظه السويس فيها عدد كبير جدا من الجمعيات الاهليه، حوالي 430 جمعيه اهليه موجوده في محافظه السويس. الجمعيات دول انا يمكن هقول ربعهم اللي بيشتغل بصوره جيده او فاهم شغله ودوره التطوعي، وان هو قائم اساسا عشان خدمه المجتمع المحلي والنهوض بالمجتمع المحلي. ان الحقيقه عدد العشوائيات في مصر على مستوى الجمهوريه بيتراوح فوق الألف منطقه عشوائيه، وبالتالي وقابله للزياده ان لم نحاول ان نستأصل الاسباب التي تؤدي إلى زيادة هذه المناطق. وهنا يبرز الدور اللي احنا بنتكلم عنه، وهو دور المجتمع المدني تحديدا في تلافي هذه الظاهرة والمساعدة في تخفيف الآثار الجانبية المتولدة عليها بتقديم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمجموعة برامج لهذه المناطق. الحقيقة هذه المناطق في أزمة إسكان، في أزمة صحية، في أزمة ثقافية، في أزمة تعليمية، فالحقيقة بتحتاج وبشدة لمجموعة من البرامج التي يمكن أن تخفف على الأقل الآثار الجانبية لهذه الظاهرة. بالرغم من تعدد الجمعيات الأهلية في محافظة السويس، إلا أن الملاحظ هو ضعف مشاركتها في عمليات التنمية الحقيقية في المجتمع، بل أن أغلب جهود التطوير كانت تقع على عاتق الجهود والاعتمادات المالية الحكومية. بالنسبة للعشوائيات الموجودة في محافظة السويس، الأول هنعرف إيه هي العشوائيات. هي أي كيان أو أي مجتمع بيتبني بدون تخطيط، ملهوش كيان، نادر تلاقي فيه خدمات، يعني مفيش لا صرف صحي، مفيش بنية أساسية، ملهوش خدمات، دي بتطلق على العشوائيات. إحنا عندنا في السويس كان في عدد من العشوائيات موجودة في منطقة الجناين، في أبو سيال، عرب المعمل، في بعض المناطق الموجودة داخل محافظة السويس. إحنا ابتدينا كمحافظة، أنا كنت ماسك مدير عام في جهاز شؤون البيئة، ابتدينا نحصل على العشوائيات الموجودة بالتعاون مع الأجهزة المختلفة في المحافظة، وابتدينا نحسن من بعض العشوائيات. على سبيل المثال كان في المنطقة اللي هي حاليا بتسمى المحروسة اللي هي الفرز، حضرتك لو رجعت مثلا 7-8 سنين لورا كنت شفت مباني عشوائية جدا، وكان فيها القطار الخاص بالزيوت والبضايع كان ماشي في قلب المنطقة. شوف حضرتك المنطقة دلوقتي لما اتبنت والعمارات اللي فيها والفيلل اتعملت حاجة تانية خالص، وتوصلت فيها المرافق كلها وبقت فيها بنية أساسية جيدة. احنا عندنا هنا في محافظة السويس كان في أكثر من منطقة عشوائية في الفترة اللي فاتت ديت، تم القضاء على تقريبا نصها أو ثلاث أرباعها، فاضل جزء مهم جدا اللي هو عزبة الصفيح. مستقبلا في خلال الفترة اللي جاية دي من ضمن الخطة، وتحديدا بدأوا فعلا ان هم يديهم اماكن تانية يسكنوا فيها حاليا، يعمل لهم حصر ويدوهم فعلا بالفعل اماكن عشان يعيشوا فيها فترة مؤقتة لغاية ما يبدأ ازالة، لا مش تطوير، ده ازالة، ازالة كاملة، لان المنطقة ممكن يعني فيها 5-6 اسر مشتركين في حمام واحد، فطبعا مشكلة. ده بالاضافة ان الاسرة الواحدة عايشة في اوضة اب وام ومجموعة من الابناء موجودين. تعتبر مشكلة القضاء على العشوائيات أحد المشكلات الرئيسية التي تهدد التوازن الاجتماعي المصري، فلقد استطاعت أن تقسم المجتمع إلى فئتين، فئة من المهمشين وفئة أخرى من المتمتعين بكافة ثمار التنمية، وهو خطر يجب مواجهته بوضع استراتيجيات شاملة للتطوير والتنمية. من السويس، حنان عبد الرحمن ونهاد محارم لأول النهار.